السلام عليكم طلابنا الاعزاء، حياكم الله وذكركم في من عنده. اليوم معنا اجابه سؤال النحو لمحافظه الاسماعيليه لعام 2021. اقرا ثم اجب. انت تعيش في مدينه يتمنى كثير من الناس العيش فيها والتمتع بحدائقها، فهي بلا شك رمز للجمال والنظام والهدوء، فنعم مواطنا من يحافظ على هذه المدينة. فكن إيجابيا وابدأ بنفسك وشارك في تميزها، لأنها ببساطة تستحق ذلك. إنها الإسماعيلية يا شباب المستقبل. أعرب ما تحتوي خط كلمة العيش. اسم وقع في جملة فعلية، نسأل الفعل من يتمنى كثير، إذن كثير فاعل. ماذا يتمنى كثير؟ العيش، يبقى العيش مفعول به منصوب بالفتحة. كلمة رمز اسم جاءت بعد هي المبتدأ الضمير، إذن رمز خبر مرفوع بالضمة. كلمة مواطنا اسم نكرة منصوب ومنون، جاء بعد نعمة، إذن تمييز منصوب بالفتحة. كلمة المستقبل اسم معرفة، جاء بعد شباب نكرة وهو منادى، إذن المستقبل مضاف إليه مجرور بالكسرة. باء استخرج من الفقرة السابقة ما يلي: منادى وبين نوعه. نجد في الفقرة أداة النداء ياء، بعدها كلمة شباب وهو المنادى ونوعه منادى مضاف. بدلا وأعربه، نبحث أولا عن أشكال بدل مطابق، فإن لم نجد نبحث عن بدل بعض من كل، فإن لم نجد نبحث عن بدل اشتمال أو بدل تفصيل. نجد كلمة المدينة اسم معرفة معرف بآل بعد اسم الإشارة هذه، إذن البدل المدينة ونوع بدل مطابق بالطبع، وأعرابه بدل مجرور لأن هذه وقعت بعد حرف الجر، يعني هذه اسم إشارة مبني في محل جر اسم مجرور، المدينة بدل مجرور بالكسرة. أسلوبا للمدح وحدد المخصوص بالمدح. نجد في القطعة أسلوب المدح، فنعم مواطنا من يحافظ على هذه المدينة. نعم فعل المدح، فاعله ضمير مستتر، تقديره هو مواطنا تمييز من هو المخصوص بالمدح اسم موصول، إذا المخصوص بالمدح من، ممنوعا من الصرف وبين سبب المنع. نبحث عن صيغ منتهى الجموع الممنوع من الصرف، إن لم نجد نبحث عن الصفات، إن لم نجد نبحث عن الأعلام بالترتيب. وهنا نجد العلم كلمة الإسماعيلية وهو الممنوع من الصرف وسببه علم مؤنث ومختوم أيضا بتاء مربوطة. جيم وازن بين ضبط كلمة مراكز في المثالين التاليين: اللقاح الفعال متوفر في المراكز الطبية. اللقاح الفعال متوفر في مراكز طبية. في الجملة الأولى كلمة المراكز معرفة بال وهي ممنوعة من الصرف، إذن إعرابها اسم مجرور بالكسرة. أما في الجملة الثانية كلمة مراكز فيها نكرة غير معرفة بالألف واللام ولم يأتي بعدها مضافا إليه، وهي أيضا ممنوعة من الصرف، إذن إعرابها اسم مجرور بالفتحة. أبهرني حياء الطالب، اجعل الفاعل بدلا واكتب الجملة صحيحة. يقصد كلمة حياء هي الفاعل، نلحق آخرها بهاء غائب مناسبة للطالب فتصبح حياء حياؤه، ثم المضاف إليه نجعله فاعلا وهو كلمة الطالب. تكون الإجابة أبهرني الطالب حياؤه دال. إذا أردت أن تجعل لفظ الجلالة الله منادى في جملة بصيغتين مختلفتين فماذا تقول؟ كلمة الله نداء ما فيه آل، نستطيع أن نقول يا الله أو نحذف أداة النداء ونستعوض عنها بالميم في آخر الكلمة فتكون اللهم. اللهم ها امدح منظومة التحول الرقمي التي تسعى الدولة لتحقيقها. في المدح طالما لم يحدد واجب أم جائز أخير نستطيع أن نبدأ بحبذا أو نعمة. فإذا قلنا حبذا، حبذا منظومة التحول الرقمي، أو نعمة ما تسعى الدولة لتحقيقه منظومة التحول الرقمي.